راح نخدم قصر كلنا دور. زيد قدام زيد الله يجعل قبره ورود مريم في الجنة إن شاء الله. اللهم لك الحمد بعد الرضا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. كان لا يبكي وإذا ذكر القبر كان يبكي بكاء شديدا. اللهم أسكن فسيح جناتي، اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، باقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارحم موتانا ومات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الله يرحمه الله يصبر تبعت هذا السؤال يا رب.